السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا رجعت لكم الكيبورد للايباد برو، الكيبورد اللي جالي وسويت له مراجعه، ونظره اوليه وكل شيء كان باللغه الانجليزيه. ما ادري ليش الناس يبون يرجعون اللغه العربيه، لازم اللغه العربيه، يعني يسالوني يقولون لي هل بتسوي مراجعه اللغه العربيه؟ ما ادري شو اللي فيها اللغه العربيه، يعني اسوي مراجعه في فرق يعني بالجهاز، الماتيريال غير، الكيبورد راح يكون في جهه ثانيه؟ لا، بس ما ادري ليش اشخاص يبون يرجعون. لو الاشخاص ما برضه يفهمون كيف راح تكون اللغه العربيه عليه، مع اني في الفيديو نفسه تكلمت وقلت اللغه العربيه وحطيت صور، بس يسالوني برضو. قلت يلا نسوي لكم فيديو ثاني. طبعا الصوره الخارجيه حق الكيبورد نفسه لو تزوم هنا ما في فرق، حتى اللغه هنا اللغه الانجليزيه محطوطه، لكن لو فريتها ورا راح يطلع لك هنا باللغه العربيه. وين هنا مثل ما نشوف اللغه العربيه هنا، ومكتوب هنا صنع في الصين. فهذا الكيبورد اللي بتوجه حق الخليج اللي بينزل، او اذا نزل يعني تشوف انت الموزعين الرسميين عندك في المنطقه راح يجيبون لك نفس ذي اللغه او نفس ذي الايباد الكيبورد قصدي. فلو بنشوف الفتحه، سوري، اوكي نسوي كذا بس. هذه المراجعه كلها، هذا هو الكيبورد باللغه العربيه. شفت كيف؟ هذا الكيبورد انجليزي عربي. اللي كان مسوي له مراجعه اول كانت بس انجليزي، كيف تكتب، كيف تحول، تكلمت عن التحويل، كيف تحول من هنا ولا من هنا، والكتاب وكل شيء، كل شيء في المراجعه الاصليه. خش القناه وتشوف المراجعه الاصليه، ما في فرق في كل شيء، بس اللغه مثل ما نشوف. منين اجيبه؟ مثل ما جبت الايباد تقدر تجيب هذا. منين؟ من السوق، الموزع الرسمي في منطقتك تجيبه. كم قيمه الكيبورد؟ غالي، وتكلمت عن الفيديوهات هناك وقلت سعره. الايباد البرو 11 انش راح يكون سعره 300 دولار تقريبا، 299 دولار. والايباد برو 12.9 انش الكبير راح يكون 350 دولار. الايباد القديم 2018 يركب عليه كيبورد الايباد الجديد على حسب الحجم. يعني الايباد برو القديم 2018 12.9 يركب عليه كيبورد هذا لحق الايباد الجديد 12.9. الايباد القديم 2018 اللي هو ال 11 يركب عليه الكيبورد الجديد لحق ال 11، اثنين مركبون، بس الكيبورد القديم ما يركب على الجديد، اوكي؟ الكيبورد الجديد لحق الايباد الجديد يركب على القديم، الكيبورد القديم لحق الايباد القديم ما يركب على الجديد، اوكي؟ بتفكر تبي تعرف ليش؟ لان الفتحه هنا تكون كبيره هنا. فتحه الايباد القديم لو اوريك اياها راح تكون صغيرة كذا، فما تركب على الجيل الجديد، الكاميرا حقتها كبيرة فما راح تركب. بس الشاحن هنا موجود، تكلمت عن برضو الشاحن، ما تقدر تركب اكسسوري. فمراجعة كاملة موجودة في القناة تقدر تشوفها. ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع ومن لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسوني من فضل دعاكم. وهذا التركيب حق الايباد، كيف تركب المغناطيس، بس تقربه وتسوي كذا بس، شبك خلاص، اسحب عليه، انزل واكتب هذا باللغة العربية، حول اللغة الإنجليزية. السلام عليكم.